بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاه والسلام الاتمان الاكملان الاشرفان الانوران الاعطران الازهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى اله واصحابه وتابعيه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم امين اما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته اهلا بحضراتكم معنا ومع خلق جديد من اخلاق الاسلام يقول مولانا جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم والف بين قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم هذه الايه الكريمه المباركه يبين لنا فيها جل وعلا منزله هذا الخلق العظيم في الاسلام الا وهو خلق الالفه يعني ايه الفه الالفه معناها الالتئام معناها الانس الف فلان فلانا اي انس به التاما ائتلفا لذلك سيدنا النبي يقول في الحديث الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف ورب العزة يقول في القرآن الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ناخد بالنا من الآية دي وردت في صورة آل عمران هذه الآية نزلت في الأنصار والمهاجرين شوف لما سيدنا النبي راح المدينة كان الجماعة اللي في المدينة الأوس والخزرج بينهما قتال ونزاع وبينهما حرب وسجال وقتال عمل إيه سيدنا النبي آخى بينهما الأول آخى بين الأوس والخزرج وأسلموا وحسن إسلامهم وأم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مدلهم وسام على صدورهم آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق هم تسموا أنصار ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة آووه ونصروه وعزروه واتبعوا النور الذي أنزل معه وأكرموا إخوانه من المهاجرين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ربنا بيتكلم عن المهاجرين ثم يتكلم عن الأنصار ويقول: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون نبين هذا المعنى اكثر ولكن بعد الفاصل خليكم معايا وصلوا على الحبيب بسم الله وصلى الله على الجميل المجمل سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه رجعنا لحضراتكم تاني ولسه بنتكلم عن خلق الألفة وقلنا أن الألفة معناها الأنس معناها الالتئام اثنين بينهم مشاكل ألفت بينهم هذا ما فعله النبي مع المهاجرين والأنصار شوف بقى لما الأوس والخزرج بينهما مشاكل وبينهما صراعات يقوم سيدنا النبي يؤلف بينهم وبعدين يبقى اسمهم الأنصار ينصر النبي وبعدين يأتي المهاجرين يقوم هم ينصروا المهاجرين ويحبونهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة موقف من مواقف الألفة لما سيدنا النبي آخى بين المهاجرين والأنصار في واحد من المهاجرين اللي هو سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان من الاغنياء في مكه ترك ماله وتجارته واتى الى المدينه ولا شيء معه سيدنا النبي اخى بينه وبين سعد بن الربيع الانصاري من اهل المدينه شوف بقى سيدنا سعد بن الربيع شوف الاثار والالفه بتاع سيدنا سعد مع سيدنا عبد الرحمن بن عوف قال يا اخي عبد الرحمن أنا عندي دارين اختر واحدة منهم ولي من المال كذا وكذا اختر من المال ما شئت يقوم سيدنا سعد بن الربيع يعرض هذا العرض على سيدنا عبد الرحمن التاني تربى في مدرسة النبي يقول له بارك الله لك في مالك ودارك دلني على السوق فيذهب إلى السوق سيدنا عبد الرحمن بن عوف يشتري شوية لبن شوية أقط اللي هو اللبن المجفف في الجبن يعني يبيع ويربح ويغنم كثيرا حتى صار عبد الرحمن بن عوف من اغنى اغنياء المدينه المنوره، ده معنى الايه الكريمه والف بين قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم انه عزيز حكيم، عز فحكم فالف القلوب سبحانه وتعالى ده ربنا اللي اللي جعل اللحمه بينهم ربنا اللي جعل الانس بينهم ربنا اللي ازال الوحشه سبحانه وتعالى يقول لسيدنا النبي كده وكنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها لكانوا بيتشاكسوا ويتشاكلوا ويتقاتلوا الاوس والخزرج كنتم ستهلكون لا محاله إلا أن الله امتن عليكم ببعثة الحبيب الشفيع فانقذكم من النار ببعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي يقول لنا في الحديث الشريف يعني المؤمن يألف ويؤلف ولا خير في من يألف ولا يؤلف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف وورد في حديث اخر ان من احبكم الي احسنكم اخلاقا اسمع الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون يعني إيه يألف ويؤلف يعني تجلى الله عليه باسمه الودود فجعل له الوداد في قلوب العباد اللي يشوفوا يحبه من إيه لسر بينه وبين الله لأن ما في القلب يظهر على الوجه الوجوه دي تظهر ما في القلوب لو انت اضمرت شيء في القلب يبدو على الوجه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وداد بين الخلائق يجعل لهم الوداد في قلوب عباده لو لو صفت لله ان صفت لله نيه مصلح مالت قلوب العباد عليه بالارواح. القلوب تميل عليه لأنه صفى قلبه وصفى نفسه لله جل وعلا فوضع الله له القبول في قلوب العباد، يبقى خلاصة القول إن اللي بيزيد عليك في الخلق بيزيد عليك في الدين والخلق اللي معانا النهارده اللي بنتكلم عنه خلق الألفة الألفة يعني الأنس يعني الالتئام عايز يبقى بينك وبين الناس أنس والتئام عليك بهذا الخلق العظيم المبارك وهو من أخلاق سيدنا رسول الله كان من صفات سيدنا النبي خد بالك وخد بالك من رآه بديهة هابة اللي يشوف النبي أول مرة يهاب النبي ومن خالطه أحبه عليه مهابة من بعيد بس اللي يخالط النبي ويعاشر النبي يحب النبي صلى الله عليه وسلم إزاي أبقى من أهل الألفة هقول لك بعد الفاصل بس صلي على الحبيب بسم الله وصلى الله على البدر المتمم سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومولة رجعنا لحضراتكم تاني ومع الفقر الفقهية ورد إلينا هذا السؤال كيف أكتسب خلق الألفة أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد أن خلق الألفة من الأخلاق الفاضلة اول حاجه عشان تكتسب بيها خلق الالفه عليك بمعاشره الناس بالمعروف الامام الشافعي مما ينسب اليه سالوه بتحب ايه من الدنيا يا امام قال معاشره الخلق بالتلطف وترك ما يؤدي الى التكلف الامام الشافعي محمد بن ادريس الشافعي امام الدنيا شوف لما الإمام الشافعي يقول معاشرة الخلق بالتلطف ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا في القرآن الكريم يقول وقولوا للناس حسنا لكل الناس لم يقل للمسلم ولم يقل للمؤمن ولا للجار ولا للقريب ولا ذي الرحم لا لا لا, لا وقولوا للناس حسنا الكلمة الطيبة صدقة يبقى أول حاجة في وسائل اكتساب خلق الألفة المعاشرة بالمعروف اتنين التواضع ما تتكبرش على خلق الله عجباً لك يا ابن آدم أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت بين هذا وذاك تحمل العذرة خد بالك أنت مهما وصلت من ملك ومن مالٍ ومن كذا ومن كذا فلن تكون ققارون قارون كان من قوم موسى من العباد وبعدين تكبر وطغى في الأرض فسادا إيه حصل إيه النتيجة فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين مش هتبقى زي فرعون مش هتبقى زي هامان تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيع ثلاثه افشئ السلام ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنه بسلام. طب لما نفشي السلام ايه الفائده؟ قال صلى الله عليه وسلم: الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا بلى يا رسول الله؟ قال افشوا السلام بينكم تحابوا. افشاء السلام افشاء السلام سبب لرضا الانام. لأن رضا الأنام من رضا رب الأنام سبحانه وتعالى يبقى واحد المعاشرة بالمعروف اثنين التواضع ثلاثة إفشاء السلام أربعة التهادي يعني التهادي الهدية نتهادى فيما بيننا قال صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا وكان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة نمرة خمسة في وسائل اكتساب خلق الالفه ان تتعفف فيما في ايدي الناس ازهد فيما عند الناس يحبك الناس كلما زهدت فيما هو في ايدي الخلائق احبتك الخلائق اخر حاجه الدعاء دائما ندعو بدعاء سيدنا رسول الله اللهم اهدني لاحسن الاخلاق فانه لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عني سيئ الاخلاق فانه لا يصرف عني سيئها الا انت ادعي بالدعاء ده وتدعي اللهم خلقني باخلاق سيدنا محمد وادبني باداب سيدنا محمد اللهم امين ربنا يضع لي ولكم القبول في الارض ويجعلنا من الذين يالفون ويؤلفون وينزع من قلوبنا الغل والحقد والحسد والبغض والكراهيه ويجعل القلوب شفافه راقيه نقيه تقيه اللهم امين يا رب العالمين اشوف حضراتكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته